اذا قال رايه والرجال قال رايه وش فيكم طبيتوا عليه؟ قال رايه الرجال. علق 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 خله في الوسط ها في الوسط. ايه بدوي ايش امسك وياه؟ ساعد اخوك، ساعد اخوك زجران، ساعد سامي راح شف سيدي ولا مو سيدي طالع من بعيد. طالع من فوائد اللي انت ولاها وما في فوائد منكم. قايل لك انا ما في فوائد. قايل لك اعطينا فوائد. اعطينا فوائد. اي 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 خله خله اي اي ما عليك ملك، ما عليك ملك. ما عليك ملك. كيف تتحكمني؟ صح كيف زعلت يا خلاص اصلا انا عندي حال، انا عندي حال يا جماعه الخير. وصل صدي عطني اللوحه، عطني اللوحه. اسمع اسمع راح للخطاط وعدل اللوحه. اكبرها؟ لا لا ما بتكبرها، ضف عليها بس عباره امسك امسك ما شاء الله تبارك الله مكيف. اوه اوه مكيف جديد ما شاء الله. ثلاث سنوات لكم هنا على ما واحد طلع لي صوت طحن حنا. ايوه حق حط مكيف، حق حط منين فلوس؟ حق الوالده جت تطبخ، حق امك. ايه انا اقول بعد ما ركب مكيف يا اخوي بكيان نصيحة اخلك قفل المطبخ. الوضع صار صعب كده. موقعها ممتاز بس ما لقيت اخيس منها الصوره ذي. جاي لك يا بدويش، جاي لك اسمع. ما بحلها ودي، ما بحل ودي. تسوي شو تسوي؟ جاي لك انا. استقبل شو حاطله؟ ما شاء الله تبارك الله جميل جميل الصوره. لو حصرتك بعد. اسمع صور على كيفك وما تعرف كلمة انصرت. ايش دخلك؟ شاب ولا كلمة؟ شاب شو تتكلم؟ انت ماجر مزرعة بفلوسك، ماجر مزرعة بفلوسك. شو صورتك؟ ما يجي الا بالجوال. انا عارف الله يكلمهم شو هم معك. كلها بسرعة. كيف؟ واتحط كلها. شاب ولا كلمة؟ شاب. انا كتيرة يعني كتيرة. لا اشوفه موجود هنا. من اشوف صورتك اتلاقى. خلاص شله 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 اصلا الصوره مو بعجباتي انا، شله وجيب صوره ثانيه بكره. جيب 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 حطها على التلفزيون. ايه على التلفزيون. عليك مرة. تفضل بجيكم مولد الشاليج. عليك مرة. يا هلا والله. يا هلا والله بس. بس بس. شو ذا لا لا يميني شوي. يميني شوي. يمين. يسار شوي. يسار. وزنها وزنها صح. شو ذا زين؟ لا لا ودي شوي يمين. يمين. ارفعها شوي فوق. ارفعها شوي فوق. ايوه بس ممتاز. ايش رايك؟ عجبكم منه؟ اعطناهم. خليه منه. ما عجبكم لا منه ولا منه. يا حرام يا بنابلك اصوات، ما نابلك اصوات. احنا شايفين فوقك انت. على هالوجه لا
حطها بالمطبخ المطبخ في المطبخ علق على الطبخ ايديها من انتبه هذا التفل علق في المطبخ شوف لنا حل علق على كيف حطها بالمطبخ المطبخ في المطبخ علق على الطبخ ايديها من انتبه هذا التفل علق في المطبخ شوف لنا حل ولا بتشوف شيء ماشي اجلس لا لا خلاص لا لا خلاص شا لا 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 تهجد وتهجد ذو ولا لا محطن لا 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 خلاص ما يملك ان شاء الله ان شاء الله جيت هناك قلنا كيف تحلها ما منا ما قال لي حل المشكله عشان جبنا كذا خلينا ان شاء الله الليله ان شاء الله ما لكم الا تبي جايين لك انا ما ينحكي وانت سري ما لكم الا تنحل المشكله وزاجرون ينجلد بعد وتبوا زاجرون ينجلد هي نبي خلي الموضوع علي بس اسكت انت اسكت 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 انتوا الحين سايروا الليلة سايروا الليلة يعني شلون سايروا يا عم زجران يا ب... سيبهم بقول لهم حل لا بقول لهم لا ايش فيك يا سحر مقبول دام في حل لنا مشكلة خلني قول يا عمي ايش المشكلة تخلوا الموضوع علي انا بودي زجران الى الطريق المنحدرة الى وين طريق المنحدرة 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 بينجلد اكيد بس الليلة مسحوا عليه يا عم زجران يا ابو كيان من زيد صار ذم فخ مسوي لنا انت فخ لا لا مو هذا الخوف من هذا انا قاعد افكر فيه بس وجهك كيف وعلمك كيف شغلك انا عارف لا مالك شو خلي الموضوع علي انتم بس هدوا الامور هدوا الامور هدوا الامور خلي كلام في وجهك اسمع لنا احنا بنحدد وبنمشي على حسب ما تبي بس اسمع يا ويلك يا ويلك مني لو طلع شك وين راح شنبك ما عليك مش نبي خلينا في موضوعنا ايه خلاص حياك الله يا ابو كيان حياك استري حياك الله اخوي حياك الله اخوي الصوره تزعجكم شنو لا 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 حتى تقول امورك طيبه واحنا كل الناس يعني سواء خلاص